باتيه بالجبنه، وصفه حلوه جدا. مقادير عجينه بسيطه وهنحشيها بالجبنه والزيتون، هتنبسطوا منها قوي. بص، انا معايا 3 كوبايات من الدقيق. ضروري الدقيق اللي يكون معايا ده يكون مكتوب عليه جميع الاغراض او دقيق بيتزا، دي هتفرق جدا على نجاح العجينه. تمام، دول 3 كوبايات. هنحط عليهم رشه ملح، معلقه ونص من الخميره، يعني معلقه كده صغيره ونص من الخميره. هنحتاج 3 معالق من السكر، هنحتاج معلقتين كبار من اللبن البودره، وهنحتاج برضو ربع كوبايه من الزيت وشويه ميه دافيه للعجن. ونعجن العجينه كويس جدا ونسيبها تخمر لان طبعا فيها خميره. وهحتاج زبده علشان لما افرد العجينه بعد ما تخمر هدهن طبقات زبده كده خفيفه قوي. هوريها لكم ازاي بتكنيك كده بسيط جدا وسريع علشان تبقى مورقه. وللحشوة بقى معانا جبنة بيضة، معانا جبنة شيدر مبشورة، معانا زيتون متقطع شرايح أو حتت صغيرة زي ما تحبوا، يعني أي نوع جبنة ممكن تستخدموه. مثلا ممكن تحطوا جبنة رومي مع الزيتون، جبنة شيدر وزيتون، بس جبنة بيضة وزيتون وشوية بقدونس، يعني الحشوة برضو على كيفكم. بس كده ولا أي حاجة تانية، هتطلع معاكم خطيرة إن شاء الله. أول حاجة هنحط الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، أديهم كده إيه رشة ملح ونقلب كده الملح. وهنزل بقى بالخميرة وبالسكر، وهنحط اللبن البودرة، وهنحط كمان الزيت، ومعانا مية دافية للعجن. هنحط مية بالتدريج لغاية ما العجينة تلم معانا. أول ما بتلم معانا بنعجنها كده 2-3 دقايق بشكل متواصل علشان تبقى ناعمة وتربط معاكي كده وتبقى كويسة. وبعد كده بنسيبها تخمر لان فيها طبعا خميرة كده. العجينة دي عايزة اقول لكم انها تحفة، وبصوا مقاديرها بسيطة خالص. لو ما عندكيش لبن بودرة وعايزة تستغني عنه خلاص، يعني استغني عنه مفيش مشكلة. بس كده عايزة تعجني العجينة دي بلبن ومية الاتنين مع بعض، مش مية بس، برضو مفيش مشكلة، ده ينفع وده ينفع. حاسه ان الميه كترت مني شويه، هجيب كده ايه معلقه دقيق من تحت الحوض ده كده وعجن. بس كده ضروري بقى نعجن العجينه 2-3 دقايق بشكل متواصل زي ما انتم شايفين، ومش هنزود لها بقى اي ميه ولا اي حاجه. هي خلاص كده اتلمت وبتلزق سنه صغيره، وده كده ده اللي احنا عايزينه. افضلي عجيني فيها 2-3 دقايق علشان تديكي نتيجة حلوة جدا. بعد ما بنعجنها بنسيبها بقى تخمر لمدة مثلا نص ساعة، جو حر، فهتلاقيها شكلها تضاعف كده وكبرت معاكي وتضخمت، ده معناها انها خمرت وبقت ظريفة. انت ممكن تحطيها كده في اي كورنر في المطبخ متغطية، هتلاقيها تخمرت معاكي على طول. تمام، بعد ما بتخمر بقى بيكو شكلها، بسم الله اهو، بصوا خمرانة وخطيرة ملهاش حل، تحفة. هرش رش دقيق خفيفة هنا كده جنبي هنا على الكاونتر كده، وناخد العجينة الخطيرة ونحطها هنا كده. وعايزين ايه نقطع العجينة دي كور بقى مثلا، او عايزة تقطعيها بالسكينة مثلا، اشكال متساوية عشان نعملها كور برضو، لان كل كورة هناخدها ونبتدي بقى نفردها ونظبطها عشان تبقى واحدة باتيه كده لذيذة اهو كده. نعملها كور بالشكل ده مثلا، وناخد كل كورة منهم ونبتدي بقى ايه نفردها. انا عايزه اجيب النشابه عشان تساعدني ونحط كده ايه كور العجين دي هنا. عايزه كده افردها بالطول. تمام، احط لها كده شويه دقيق تبقى كده ايه طويله زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو، علشان هنديها دهنة زبدة خفيفة قوي. هوريكم دلوقتي حالا دهنة زبدة علشان تدينا توريقة حلوة، توريقة الباتيه كده اهو. اخد حتة زبدة كده وايه وامررها على العجينة بالشكل ده
كده. بعد ما عملت كده وظبطتها بالزبده هقوم مطبقاها كده وده كده، وهرجع ايه افردها كده بالنشابه. سو سهله قوي بالشكل ده. طبعا حته الزبده اللي احنا مسحناها بيها دي هتعمل فرق كده اهو، بس كده نساعدها كده انها تتفرد. ومعانا بقى ايه حته جبنه، حته جبنه بيضه مثلا نحطها هنا كده، ومعانا برضو شرايح من الزيتون كده. دي كده الحشوه الظريفه. ونبتدي بقى ايه نقفل الباتيه كده بالشكل ده كده، بس كده. الحته الاخيره دي نقفلها بس كويس قوي هذا الشكل الظريف. ودي كده تبقى وحده الباتيه. طبعا هي لسه محتاجه تخمر مره كمان قبل ما ندخلها الفرن. انا معايا واحده اهو، بصوا ما سويتهاش، خليتها. بصوا الفرق اهو في الصينيه هنا، بص لما خمرت شكلها اختلف وبقت متضخمه شويه. دي اللي احنا لسه عاملينها مع بعض. لما بتخمر مره تاني بنقوم دهنينها بصفار بيض علشان تاخد لون حلو وقت التسويه. ناخد كده صفار البيض. عايزه تحطي بقى حبه البركه برضو، عايزه تحطي سمسم مثلا على الوش زي ما تحبي. هندهنها كده بصفار البيض. ممكن تستبدلي صفار البيض بشويه لبن، او ممكن مثلا قهوه سريعه الذوبان متخففه بشويه ميه برضو ندهن بيها الباتيه، هتدينا برضو لون ظريف. وعلى التخميره الثانيه دي كده بالشكل ده تدخل فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. هتاخد لها تقريبا ربع ساعه بالكتير. هتلاقي شكل الباتيه بقى حلو جدا وريحته تحفه، وطعم الجبنه والزيتون من جوه يجنن. وما تنسيش التوريقه الخفيفه اللي احنا عملناها بالزبده دي، هتخلي طعم العجينه احلى وهتديكي احساس كده انها ايه منفوخه ومنفوشه وظريفه جدا. بس اول ما يخرج من الفرن وهو سخن هنطرطش كده عليه ميه بطراطيف صوابعنا او ببخاخه، ونغطيه بفوطه نظيفه لمده دقيقتين ثلاثه علشان نحافظ على الطراوه بتاعته. يبقى كده ايه لذيذ وبالف هنا وشفا مع كوبايه شاي، ويا سلام خطير. جربوا الباتيه ان شاء الله هيعجبكم جدا، وبالف هنا وشفا. انا هلم اشيائي ونروح فاصل بسرعه، ونرجع بعد الفاصل نعمل سلطه عنب بالجبنه والعيش المحمص. بصوا لذيذه جدا ان شاء الله هتعجبكم. خليكم معانا بعد الفاصل.